السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورسالة راسية الزيتونة إنفرسيدسية وشكرا. إخواتي وأخواتي الأكارم، السلام، أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم محاضرتنا السابعة ساعات لير يدين جدارس. المحاضرة السابعة ساعات لير الساعات، درس مهم جدا جدا جدا. نحن راح نتعرف على كيف من نحكي الساعة، كيف نقول كم الساعة، السؤال على الساعة والسؤال عن الموعد. تمام، السؤال عن الساعة ساعات كاتش، السؤال عن الموعد ساعات كاتش تاو. راح نشوف شو الفرق بيناتهم في هاي الصفحة. أصدقائي، هي درسنا، ملخص لدرسنا كامل. تمام، نحن توسعنا بالشرح مشان توصل المعلومة بشكل سلس لكم إن شاء الله. لنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، درس الميز بشرة. بداية، إذا أردنا أن نعرف ونسأل عن العدد أو عن كم الساعة، يجب أن نحفظ الأرقام من 1 إلى 24. نحن نعرف الساعة من نظامين، نظام 12 ونظام 24. في تركيا بيعتمدوا نظام 24 أيضا. تمام، بداية يجب حفظ الأرقام من الرقم 1 حتى الرقم 24، وهي كما تعلمناها في الدرس السابق. نرجع منعيد: بير، 1، إكي، 2، أوتش، 3، دورت، 4، بيش، 5، ألتو، 6، يدي، 7، سيكيز، 8، دوقوز، 9، أون، 10، أون بير، 11، وأون إكي، 12، أون أوتش، 13، أون دورت، 14، وأون بيش، 15، أون ألت، 16، أون يدي، 17، أون سيكيز، 18، وأون دوقوز، 19، ويرمي، 20. يرمي بير، 21، يرمي إكي، 22، يرمي أوتش، 23، ويرمي دورت، 24. نحن نعرف أصدقائي نظام الساعات، يعني من 12 للأرب... من 13 لل 24 هو مساء، يعني بيكون ساعة من الوحدة بعد الظهر للساعة 12 بالليل. يعني هدول هو التوقيت المسائي اللي هو بيستخدم نظام من الساعة 13 اللي هي وحدة تعادل 1 إلى 24 تعادل الساعة 12. أصدقائي، أولا للسؤال عن الوقت، أنا كيف بقول كم الساعة؟ إذا بدي أقول اسأل حدا قد الساعة، بدي لازم أنا أقول له عبارة ساعات كاتش. ساعات كاتش، كاتش كم؟ ساعات الساعة أو الوقت، يعني أي كم ساعة أو كم الوقت. تمام، بداية نحن راح ناخذ القسم الأول. إذا كانت الساعة على التمام، إذا كانت الساعة على التمام، كيف بلفظ رقم الساعة؟ طبعا إذا كانت الساعة على التمام، يعني الساعة واحدة تمام، تنتين تمام، ثلاثة تمام، خمسة تمام، 10 تمام، 15 تمام، شو بقول؟ فقط ألفظ رقم الساعة. أما إذا كانت الساعة على النصف، ماذا أقول؟ إذا كانت الساعة على النصف، نلفظ أولا رقم الساعة ثم كلمة بو تشوك. بو تشوك يعني نصف، تمام، أو أوتوز وثاني ثلاثة. ونحن نعرف الساعة 60 دقيقة، مثل ما نعرف الساعة 60 دقيقة يعني نصفها 30. يعني نقول أوتوز وثاني نصف، أو بوتشوك وتعني نصف أيضا. تمام، مثل ما احنا شايفين الحوارات أمامنا. الساعة الأولى مثل ما احنا شايفين، الساعة الأولى ساعات كاتش، آه عم بسأل بي ساعات كاتش، واضح إنه كم ساعة؟ الساعة 8:30. كيف أنا بقول الساعة 8:30؟ مثل ما تعلمنا إذا كان السؤال ساعات كاتش وكانت الساعة على التمام أو على النصف، فقط أقول رقم الساعة ثم أقول كلمة بوتشوك أو أوتوز إذا كانت على النصف. أما إذا كانت على تمام، بس بقول الساعة ورقم الساعة. مثال مثل ما حكينا أصدقائي، نكتبه ما في مشكلة. ساعات، الساعة 2:30 كيف نكتبها؟ سيكيز، سيكيز، يا أما بقول بو تشوك، بو تشوك، سيكيز بوتشوك، أو بقول سيكيز أوتوز، سيكيز أوتوز.
هاي بتعني الساعة 8:30 وهاي بتعني الساعة 8:30 دقيقة، تمام؟ إذا شفنا الساعة الثانية، الساعة الثانية عندنا ساعات كاتش الساعة 11 تمام صح؟ شو بدي أقول؟ واحد سألني الساعة ساعات كاتش، أنا بدي أقول له الساعة 11، إيش قدر رقم 11؟ رقم 11 هو رقم أون بير، أنا بقول ساعات تام أون بير، يعني الساعة 11 تمام، أو بقول فقط ساعات أون بير، تمام؟ ساعات أون بير تر. إذا كانت الساعة 11 هو ساعات اون بير. اون بير شو يعني؟ يعني الساعة 11، يعني الساعة 11 تمام. او في عندي اجابة ثانية قول ساعات تام، ساعات تام اون بيردر. طبعا هاي الدير تفيد التوكيد، يعني ساعه حقا انه الساعه 11 تمام، ساعه اون بير دير تمام. الساعه الثالثه 10:30 تمام، يا اما اقول كمان ساعه اون بوتشوك او بقول ساعه اون اوتوز، ساعه اون بوتشوك او ساعه اون اوتوز. الساعه التاليه اصدقائي مثل ما شايفينها كمان ساعة 6 تمام، قول ساعات ألفا، ساعات ألفا. ثانيا هلا رح ناخذ القسم كله إذا كانت الساعة، إذا كان السؤال ساعات كاتش يعني إيش قد الساعة. إذا كانت هلا الساعة بين الدقيقة 1 والدقيقة 29، بين الدقيقة 1 والدقيقة 29، يعني الساعة مثلا وحدة وخمس دقائق، وحدة وسبع دقائق، وحدة وعشرة، مثلا الساعة 5:25 دقيقة، 6:29 دقيقة، كيف انا بدي الفظ هذا رقم الساعه هاي؟ اول شيء لازم اتبع القاعده مثل ما انا شايفين، يلي هي اول شيء نقول رقم الساعه مضافا لها لاحقت المفعول به حسب قاعده التوافق الصوتي الرباعي. اذا اول شرط اذا واحد قال لي الساعه اشخاص، وكانت الساعه مثلا كانت 11 مثلا 11 وليكن و17 دقيقة، 11 و17 دقيقة، كيف أنا بقول الساعة 11 أو 1:17 دقيقة؟ ما في مشكلة، كيف أنا بقول الساعة 1:17 دقيقة؟ أول شيء لازم أتبع الطريقة يلي حكيناها بالقاعدة. أول شيء بداية نقول رقم الساعة، رقم الساعة شو؟ بير، ما هيك؟ بير، هاي بير. بير. هاي بير، مضافا لها لاحقت المفعول به حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. بير واحد، مشان نقول الساعة الواحدة مفعول بها يعني. طلع اخر حرف صوتي في الكلمه في الرقم، اذا كان ا او او بحط او، اي او اي اي، هون اكيد شو بحط؟ اي، ما هيك؟ ليش؟ لانه اي اي اخر حرف صوتي في كلمه بير هو اي، اي اي بتاخذ اي. بيري اون يدي جيت شور، بعد ما قلت رقم الساعه وحطيت لاحقت المفعول به المناسبه شو بساوي؟ ثم نقول عدد الدقائق اللي هي 17 دقيقه، قدر 17 اون on يدي، on يدي، on يدي يعني 17 تمام، يعني 17 دقيقة. وبعدين كلمة get your، ثم نقول كلمة get your، get your معناتها تعبر، يعني شخص صارت ساعة ولا صارت ساعة واحدة و17 دقيقة، يعني صارت هون نقول صار مع قراءة الساعة بيري on يدي get your get your بيري اون يدي جيت يور، يعني صارت الساعة الواحدة وتعبر ال 17 دقيقة، وتعبر ال 17 دقيقة. أصدقائي لكي لا ننسى لواحق الساعة مثل ما قلنا نرجع بنعيد، هاي بنضيفها لرقم الساعة، بنضيفها لرقم الساعة حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي تمام. البير مثلا تاخذ شو قلنا؟ تاخذ اي، ليش؟ لأنه اي اي اخر حرف صوتي اي، اي اي بتاخذ اي. مثلا
الإكي إكي اثنين صح؟ إكي اثنين تاخذ شو كمان؟ إي، ولكن في هون إي معناتها بنحط يا حماي إكي جي الثانية. أوتشو أوتش أوتش ثلاثة أوتشو صار هاي إضافة لاحقت المفعول به تمام؟ دورت دورت في إلها هون قاعدة بسيطة دورت شو بدي أحط أنا؟ أ ما هيك؟ ليش؟ آخر حرف صوتي أ و أ أ بتاخذ أ دورت هون في عندنا تي التي حسب كاتشب بنقلب التي لدي تصير دور دو تمام وهكذا من الواحد لل 24 لازم نحط لاحقة الساعة إذا كانت الساعة بين دقيقة واحد و 29 تمام مثل ما شايفين كمان أمثلة بعض أمثلة أصدقائي الساعة 10 22 و10 دقائق كيف أنا بقول الساعة 22 و10 دقائق أول شيء بقول ساعات أونو إذا بدي أجاوب على هيك سؤال أنا إذا بدي أجاوب على هذا السؤال شو بقول أونو أو يرمي إكي يعني 22 ما هيك؟ يعني أو يرمي إكي يعني هي العاشرة العاشرة تمام؟ تعادل رقم 10 بالساعة ير مي إكي إكي يرمي إكي شو؟ 10 دقائق on get your يرمي إكي on get your تمام هاي صارت الساعة إنه 22 وعدت العشر دقائق عندنا مثلا هالمثال الساعة 7:10 دقائق كيف كمان نقول ساعات ساعات ي دي يا دي كمان بحط يا حماي بعدين ايه يا دي بعدين بكتب اون رقم الدقائق بعدين كلمة get your يعني تعبر get your ساعة يا دي اون get your يعني الساعة السابعة وتعبر العشر دقائق تمام إذا كانت عقرب الساعة على الربع إذا كان عقرب الساعة ربع كيف أنا بالفوز رقم الساعة نفس الطريقة ليش؟ لأنه الربع بين الواحد والتسعة وعشرين نفس القاعدة اللي أخذناها أول شيء بقول رقم الساعة مضاف إلها لاحقة المفعول به بعدين بقول عدد الدقائق اللي هي نحن على الربع الربع شو؟ الربع معناتها جيريك تمام؟ نفس القاعدة اللي أخذناها ولكن إذا بدي أقول ربع بدي أقول كلمة جيريك يعني ربع أو إذا بدي أقول 15 قول أون بيش شو خلينا نشوف المثال هذا بالحوار الآ باردون ساعات كاتش ب سكيزي تشيرك جيتشير آ تشكر لار ب رجاي در باردون وزران ساعات كاتش كم ساعة ب يقل سكيزي تشيرك جيتشير يعني الثامنة وتعبر الربع يعني الساعة 8 وربع تشكر لار شكرا جزيلا رجاي در عفوا تمام أصدقائي مثال آخر ما في مشكلة ناخذنا مثال آخر مثلا عندي الساعة وليكن 4 وربع أيضا 4 وربع كيف بكتب الساعة 4 وربع نفس الطريقة أصدقائي قول ساعات دوردو ساعات دور دو دور دو يا اما بقول تشيرك جيت يور او بقول اون بيش اون بيش جيت يور جيت شي ساعات إذا ساعة أربعة وربع قول ساعات دوردو أون بيش جيت شور أو قول ساعات دوردو تشيرك مثل هاي كلمة جيت شور وتعبر الربع ساعة هذا القسم الأول
إذا كانت الساعة بين 1 و29. القسم الثاني من السؤال ساعات كاتش، إذا كانت الساعة بين الدقيقة 1:30 والدقيقة 59، أنا كيف بقول رقم الساعة؟ وليكن عندي رقم الساعة مثلا 11، خلينا مثلا نكتبها، مثلا أنا كيف بقول هذا المثال؟ إذا عندي هذا المثال أنا كيف بقول مثلا 4، أو خلينا نكتب 9:54، 9:54، كيف تقول 9:54؟ إذا كانت الساعة 9:54 كيف أنا بدي أحفظ؟ أول شيء إذا كانت الساعة بين الدقيقة 31 و59، أول شغلة لازم نساويها نقول رقم الساعة الآتية، يعني بعد 9 إيش في 10؟ قول رقم الساعة يعني هي اللي 10، تمام؟ مضافا لها حرف الجر إلى، اللي هو أو أو إيه مثل ما أخذناها بالسابق. ثم نقول عدد الدقائق المتبقية لتمام الساعة الآتية والتي هي الساعة 10، ثم نقول كلمة فار أي يوجد. عندنا هل ساعة كيف أنا راح أطبقها، تمام؟ كيف أقول الساعة 9:54 باللغة التركية؟ أول شيء لازم أقول ساعات، خلينا نطبق خطوة خطوة. نقول رقم الساعة الآتية 9، بعد 9 شو في 10، معناته أنا مكتوب أون، هاي أون، مضافة لها حرف الجر إلى، بطلع آخر حرف صوتي في الساعة الآتية، إذا كانت بالحروف الصوتية الثقيلة بحط آ، إذا كانت من خفيفة بشو بحط إيه، صارت ومعناتها أو نا، أو أو نا، تمام، أو نا أو نا يعني إلى العاشرة، إلى العاشرة أونا كم دقيقة في لتصير الساعة 10؟ 6 دقائق. أونا ألتو ألتو فار، أونا ألتو ألتو فار. كيف صار ترتيب الجملة؟ يوجد فار، يوجد ألت 6 دقائق، أونا إلى العاشرة 9:54، يعني ساعة أونا ألت فار. أصلا نحن باللغة العربية هيك كمان بنقول، إذا كانت الساعة مثلا 9:45 أشو بقول؟ ما بقول ساعة 9:45، يعني أغلب الأحيان بقول 10 إلا ربع. إذا كان مثلا الساعة 12:55 ما بقول الساعة 12:55، على طول أنا بقول الساعة 1 إلا 5، صح؟ وهكذا. أنا أخذ مثال آخر، مثال آخر، إذا كان عندي الساعة مثلا 11:40، 11:40 كيف أنا بقول الساعة 11:40؟ كيف بقول الساعة 11:40؟ قول ساعات 11:40، أنا شو بقول؟ قول رقم الساعة الآتي، يعني بعد 11 شو في 12، on on 2 شو يا حماي، بعدين ايه on 2 يا، هو لازم تقول فاصل طبعا، on 2 يا شو on 2 يا الى 12، ايش خد فيه 40؟ شو ايش خد تصير 12 بدل 20 دقيقه، صح؟ يرمي هون إكيا، يرمي فار، هون إكيا يرمي فار، يعني الساعة شو 12، يعني يوجد 20 دقيقة إلى الثانية 10، إلى الثانية 10، تمام، يوجد 20 دقيقة إلى الثانية 10، هاي 11:40. وعلى هالمساق هذا أصدقائي أحرف الجر آ أو إيه، بطلع على رقم الساعة آخر حرف صوتي فيها شو؟ إذا كان من حروف صوتية ثقيلة أضع آ، إذا كان من خفيفة أضع إيه، تمام؟ مثل ما شايفين بعض الأمثلة كمان هون راح ناخذهم، إذا الساعة 4:45 يعني الساعة 5 إلا ربع، شو بقول؟ إذا الساعة 5 إلا ربع، إذا الساعة 5 إلا ربع أو 4:45، ممكن نقول 4
و45. إذا الساعة 4:45، أنا كيف بدي أقول 4:45 بالتركيب؟ بدي أقول الساعة 5 إلا ربع، صح؟ يا أقول الساعة 5 إلا ربع، يا أما بقول شو؟ الساعة 5 إلا 15 دقيقة. إذا بدي أجي أترجمها كتابة، نحن شو قلنا أول قاعدة؟ بقول رقم الساعة الآتية، يعني 4 بعدها 5، معناتها أنا بكتب بيش. حرف الجر شو؟ إيه. بيشا إلى الخامسة، إيش خطر لها تصير الساعة 5؟ ضلها 15 دقيقة. شو أنا بكتب قلت؟ يا بكتب أم بيش، يا أما بكتب تشيريك. بيش تشيريك، يعني 5 إلا ربع. تشي ريك، تشيريك شو؟ فار. تشيريك فار. ساعة شو؟ 4:45، يعني بيش تشيريك فار. بيش تشيريك فار، يعني الساعة 4 إلى يوجد ربع ساعة إلى الخامسة، إلى الساعة الخامسة. إذا بدي أقول جواب آخر، ما بدي أقول تشيريك، بدي أقول أم بيش، بقول بيش بيش أون بيش، يعني 15 دقيقة. أون بيش شو؟ فار. نفس الحكي، بيش اون بيش بار، يعني يوجد 15 دقيقة إلى شو؟ إلى الساعة الخامسة. إذا الساعة 6:50، 6:50 شو بقول؟ 6:50 دقيقة. شو قد يعني؟ يعني الساعة 7 إلا 10، صح؟ تمام. كمان سهل جدا، أكتب ساعات 6 بعد شو؟ 7. يي دي يدي، وحرف الجر المناسب الى يدي يا يدي يا، ايش خطر لصير الساعه 7؟ الى السابعه اون فار، الى السابعه اون فار، يوجد 10 دقائق الى الساعه لتصبح الساعه شو؟ 7. تمام. هذا كان القسم الاول من شو؟ اذا كانت السؤال الساعه ايش قد، اذا كان السؤال كم الساعه، ساعات كاتش. تمام. القسم الثاني أصدقائي من الساعة، القسم الثاني من الساعة كمان أيضا مهم جدا جدا جدا، وهو السؤال عن الموعد. السؤال عن الموعد في شقين، يا أما نقول ساعات كاتشتا في أي ساعة، يا أما نقول لي زمان، هو بتعني متى. تمام. للسؤال عن موعد نستخدم العبارة التالية، ساعات كاتشتا يعني في أي ساعة أو في أي وقت، و لي زمان تعني متى، لي زمان وتعني متى. إذا كان الموعد على التمام أو على النصف، إذا تتذكروا من شوي قلنا أنه إذا سؤال كان ساعات كاتش وكانت الساعة على التمام أو على النصف، أنا فقط أقول رقم الساعة. تمام؟ أقول رقم الساعة. إذا كانت على النصف أقول نصف، ما بضيف شيء للساعة ولا للنصف. أما هون إذا كان شو؟ إذا كان السؤال عندي ساعات كاتش تا، شو بساوي أنا؟ هون لازم أنا طالما السؤال عن موعد، مثلا في أي ساعة ستذهب إلى السينما، في أي ساعة ستذهب إلى المدرسة، في أي ساعة ستعود إلى البيت، هون لازم أنا إذا كانت الساعة على التمام أو على النصف يجب أن أضع شو؟ حرف الجر المناسب، دا أو دي أو دا أو دي. طبعا إذا كان الموعد على التمام شو نضع؟ نضع رقم الساعة ثم نضيف لرقم الساعة يا أما دا يا أما دي يا تا يا تي حسب القاعدة اللي بنعرفها. أما إذا كانت على النصف، يا مو أنا بدي أقول يا أما بوتشوك يا أما أوتوز، وبضيف لها للبوتشوك بضيف تا، ليش؟ لأنه آخرها حرف الحروف في استكشاف بوتشوك. إذا كنت أقول أوتوز بدي أقول دا، لأنه زي ما من حروف استكشاف أوتوز دا. طبعا في عندي بعض الأمثلة هون، مثل ما شايفين ساعات، إذا بتقول الساعة 12 أو ساعات، ساعة 12 ساعات أون إكيدا في الثانية عشرة، ساعات بيردا في الواحدة، ساعات إكيدا في الثانية، أوتشتا في الثالثة، دورتا في الرابعة، بيشتا في الخامسة، ألتضا في السادسة، يديدا في السابعة، سيكيزدا في الثامنة، دوكوزدا في التاسعة، أوندا في العاشرة، أون بيردا في الحادي عشر، وأون إكدا في الثانية عشرة. تمام.
وإذا كان الموعد على النصف شو بساوي؟ بضيف يا إما بقول بوتوكتا أو أوتوز ضا. مثل ما شايفين هون مريكا وسردار. كان واضح هو مكتوب الساعة 9، ما هيك؟ هون مليكة عم بتسأل سردار عم بقول له ساعات كاتشتا أوكولا جيدي يورسون، ساعات كاتشتا أوكولا جيدي يورسون، في أي ساعة ستذهب إلى المدرسة؟ هون شو بحط الفراغ؟ سردار شو بقلها؟ بيليكو بدال كلمة ساعات كاتشتا بحط بدال بكتب هون ساعات، بدال كلمة كاتشتا بكتب رقم الساعة اللي هي شو؟ دوقوز دا، دوقوز دا أوكولا جيدي يورسون، ساعة في الساعة 9 أذهب إلى المدرسة. بين توجا وهاليس كمان توجا عم تسأل نيزمان أغلى يمي يور سون، متى نيزمان متى أغلى يمي يعني طعام الغداء، يور سون تأكل طعام الغداء، هاليس إمتى شو عم بقول لها هاليس؟ ساعة 12. معناتها شو بقول؟ بكتب هون بكتب بدل نيزمان بكتب أون إكيدا أغلى يمي يور أون، بدل نيزمان يعني بدل كلمة السؤال بكتب الجواب اللي هو رقم الساعة، تمام؟ أون إكي دا أولا يمي يورم يعني أتغدى الساعة في الساعة 12. مثل ما شايفين هون كمان ساعات كاتشتا سينما يا جديورسون، في أي ساعة تذهب إلى السينما؟ مثل ما شايفين هون الساعة 5 زهرة لازم هون تقول بيشتا في الساعة 5. أوريتمان وياسين نيزمان درس تشارلز يورسون، متى قرأت الدرس يا ياسين؟ عم بقول له ياسين ساعات دورتا، نكتب ساعات مثلا آخر جواب بنجاوبه، نكتب مثلا هون الساعة 4 بنجاوب ساعات دورت دورت، بعدين شو حرف الجر المناسب دي ولا دا ولا دي ولا تا ولا تي؟ أكيد بحط تي، دورتا يعني في الرابعة في الساعة في الساعة الرابعة في الساعة الرابعة، ساعة دورتا في الساعة الرابعة، هذا جواب آخر واحد، تمام؟ أما هون إذا كان عندي الموعد بين الدقيقة واحد والدقيقة 29، واضح؟ بين الدقيقة واحد والدقيقة 29، إذا رجعنا للخلف شوي وكانت عندنا الساعة، قلنا إذا كانت الساعة بين الدقيقة واحد و 29 شو بساوي أنا؟ قول رقم الساعة، ضف لها لاحقة المفعول به، بعدين نقول عدد الدقائق، بعدين نقول get sure. هون إذا كان الموعد بين الدقيقة واحد والدقيقة 29 نطبق نفس قاعدة السؤال عن الوقت، لكن الخلاف هنا يكون بكلمة واحد واللي هي بدل ما أكتب get sure، إذا كان السؤال عن الوقت شقد الساعة كنت تقول get sure، أما هون لأن السؤال عن موعد بدي أقول get جي جي جي، أصلها get هاي تش أصلها، ولكن ضفنا لها حرف الجر A إلى صارت انقلبت الشي لجي حسب كاتشب جي جي لتعبر لتعبر، تمام؟ ناخذ الأمثلة مثل ما شايفين A B J J، معناته هون بيوحي لدرس لغة تركي، معناته هون لازم نكتب هون أول واحد تركتا درسي نزمان تركتا، هاي حل أول واحد اللي هو رقم ثلاثة، هذا تركتا ترك تشا دار سي، ترك تشا دار سي زمان، متى درس اللغة التركية؟ بدي أنا جاوب بكتب هون ترك تشا دار سي، هو نفس الجواب هذا أول فرق، بكتب ترك تشا دار سي، بعدين اطلع دوكوزو، حطينا دوكوز 9 ما شافيه 9 59 ما هيك، نكتب دوكوزو موجودي، دوكوزو موجودي هاي دو قو زو، دو قو زو يعني تسعة، بيش خمسة، خمس دقائق يعني بيش، بعدين شو بكتب؟ جيت شور ولا جي جي؟ أكيد بكتب جي جي. نيزمان متى موعد درس اللغة التركية؟ موعد تركشة درسي دو قو زو بيش جي 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 جي، يعني لتصبح أو لتعبر الساعة 9 و5 دقائق يبدأ درس اللغة التركية. جي جي لتعبر لتصير يعني الساعة 9 و5 دقائق. السؤال الثاني فن بليملري درسي. ساعات كاتش فينا نكتب بهذا الجواب بهذا بهذا
فراغ. فينا نكتب نيزمان، فينا نكتب ساعات كاتش تا، ساعات كاتش كاتش تا. كمان هذا الفراغ بكتب فن بلملري درسي هون بتطلع شو قد الساعة؟ تنتين وعشرة، تنتين وعشرة. شو بكتب هون؟ درسي يعني هون فن بلملري درسي، هون بكتب هاي فن بلملري هون، بعدين بكتب بالفراغ الثالث بكتب الساعة شو قد؟ شو قد هون مكتوب؟ تنتين وعشرة. شو بكتب؟ بكتب بهذا الفراغ مو تنتين وعشرة، شو بدي اكتب؟ في الساعة الثانية وعشر دقائق يبدأ مثلا درس اللغة، نكتب إيكي جي، إيكي جي، بعدين أون جي جي، أون جي جي، أون جي جي يعني بتعبر الساعة الثانية وعشر دقائق. وأيضا كمان هون نفس الموضوع، إذا كان عندنا بين الموعد ساعة بين دقيقة واحد والدقيقة 39، شو بساوي أنا كمان؟ منطبق نفس القاعدة اللي أخذناها وقت كانت الساعة بين 31 و 59، اللي هي شو؟ منقول رقم الساعة التالية منضف لها حرف الجر A أو A، ومنقول عدد الدقائق التي تتمم الساعة، بس الفرق بين شو؟ قبل بساعات كاتش كنا نقول فار، أما هون شو دكتور؟ كلا يعني بقي إلى. إذا كان الموعد بين بين الواحد و 30 و 59، نطبق نفس قاعدة السؤال عن الوقت، لكن الخلاف هنا شو؟ نضع كلمة كلا أي بقي إلى بدلا من كلمة فار وتعني يوجد. مثل ما شايفين هالمثال هذا أصدقائي، مثل ما شايفين يعني ميوزيك دارسي، ميوزيك دارسي يعني درس الموسيقى. هون أول ثلاثة شو بدي أكتب؟ نفس هاي العبارة، ميوزيك دارسي بكتبها هون، ني زمان متى موعد أو متى درس الموسيقى، وبطلع هون على ساعة. شو الساعة هون مكتوب؟ الساعة هون بيني معنى 11 إلا تلت، صح؟ يعني 10 و40 دقيقة. بكتب هون بهذا الفراغ بكتب ساعات 10 بعد العشرة 11، معناته بكتب on بير ري، on بير ري، on بير ري إلى 11، on بير ري ماذا؟ يرمي بكتب يا أما رقم يا أما كلمة، يرمي أون بي ري، يرمي ماذا؟ كلا يعني لتصبح الساعة 10:40. شو يبدأ درس ال، طبعا كلا مكتوبي بلا ما اكتبها، فقط انا بكتب هالعباره هاي، لتصبح الساعه 11 الا 10 الا 20 دقيقه. ختاما نضع او نقرا هذه الحوارات. فيلم كاتش طباشليور، متى يبدا الفيلم؟ التيا تشيريك كلا باشليور. شو معنى هاي الجمله؟ التيا تشيريك كلا باشليور، التيا تشيريك كلا يعني لتصبح الساعة أو بقي له، التيا تشيريك كلا، التيا إلى السادسة، معناتها شو الساعة هلأ؟ خمسة تشيريك وربع ساعة، يعني إلى السادسة يوجد ربع ساعة، معناتها هلأ هون التيا تشيريك كلا، معناتها هون الساعة 5:45، 5:45. التيا تشيريك كلا يعني في الساعة ظل بقي له، عندما تصبح الساعة 5:45 دقيقة يبدأ الفيلم. عم تسألها شو اللي ساعات كاتش؟ شو قد ساعة هلق؟ قالتها بيشي يرمي بيش جيتش يور، بيشي يرمي بيش جيتش يور، الساعة هلق 5:25 دقيقة. قالت لها جيتش يورز أصدقائي. إذا كنا عم نقرأ الفيلم الحادثة هاي، نرجع نعيده على السريع. هدول الأمثلة عن
الساعة. فيلم كاتشتا باشليور، متى يبدأ الفيلم؟ قالت لها ألطيا تشيريكالا باشليور، يبدأ في السادسة إلى ربع، السادسة إلى ربع يعني الساعة 5:45. ألطيا إلى السادسة تشيريك ربع ساعة كلا، يعني بقي إلى بقي إليه بقي ليبدأ ماذا؟ ربع ساعة، يعني بدي يبدأ الساعة 5:45 دقيقة. شمدي ساعات كاتش، كم الساعة الآن؟ بيشي يرمي بيش جيتشيور، الساعة 5:25 دقيقة. قالت لها جيش كيورز هايدي جدلم، تأخرنا هيا لنذهب. الخيار الثاني، الحوار الثاني، 20 ساعات كاتش طاب باشليور، متى يبدأ عملك؟ قال لها صباح دوكوز دا باشليور، في الصباح في الساعة 9 يبدأ. ساعات كاتش طاب بتيور، متى ينتهي عملك؟ قال أخشم ألتضى بتيور، ينتهي مساء الساعة في الساعة السادسة، في السادسة مساء ينتهي. بير ساعات أولى مولاس فيريورم، نأخذ استراحة ساعة للغداء. توبلام سيكي ساعات تشارلز يورم، مجموع نعمل ماذا؟ نعمل 8 ساعات، 8 ساعات. أصدقائي هنا نكون قد انتهينا من درس الساعات، وهنا لدينا كلمات الوقت. كلمات الوقت يجب حفظها بصم، نقرأها عليكم. يل أو سنة معناتها السنة، يل أو سنة يعني السنة. آي شهر، جون اليوم، يارن الغد، دون البارحة، صباح الصباح، أولى الظهر، إكيندي العصر، أكشم المساء، جيجي الليل، وساعات يعني الساعة دقيقة، دقيقة ثانية وثانية، تمام؟ ثانية. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، درس الساعات مهم جدا، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وكل التحية والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دير شروط.